اللي بخلي الكورس اوثنتيك سبيكر مختلف عن اي كورس ثاني انه ما بخليك تكتب السبيتش قبل ما تعطيه. اللي فرق معي بهذا الكورس اني انا تعلمت احكي من جوا، ما احكي شو اللي انا حافظته. صوتك مش صوت السلايدز، مش صوت الماتيريال، مش صوت النوليدج، صوتك يطلع وبدون تحضير. الكورس هيدا لانه بفوتك على حقيقتك ومن حقيقتك بتنطلق لبرا، هو مميز. هاي شغلة ما بعتقد في كورسات بتعلمها، وأكيد في تيبس اند تريكس كتير مهمة، وأنا متأكدة إنه ما في سبيكر بيعطيهم لتلاميذه. غير المعلومات الرائعة التانية اللي في الكورس، أهم حاجة أنا حسيتها إن أنت تكون حقيقي، إن أنت تكون نفسك. يعني كيف أنت اليوم بتقدر تكون حقيقي قدام كل هدول الناس وتطلع إشي من جوا ما حدا شايفه؟ لأنه السكيل موجودة، أي حدا بيقدر يطلع يحكي قدام الناس، بس الشطارة إنك تطلع تحكي وتكون أنت. أنا اللي كنت شايفه إنه بدون الهيلينج وبدون الأمور اللي سويناها مع مديحة كان صعب إنه يكون عنا نفس النتائج اللي إحنا هلأ عايشينها، لأن الساوند هيلينج بيخش في مراحل بشكل لا واعي، يعني أنت مش عارف إيه اللي بيحصل ومع ذلك بتخش تعالج من جوه، وبتصير أنت قابل إنك أنت تطلع صوتك شو ما كان، حتى لو كان بيضحك، حتى لو كان بيخوف، حتى لو كان شو ما كان. أكثر إشي مميز بإيهاب هو كتير حقيقي كسبيكر، أسلوبه جداً رائع، أسلوبه قريب للقلب، كأنه بيفتح مخي كده ويحط جوال معلومة ويقفل تاني من غير ما أحس. كنت عارف إنه من أسلوب إيهاب رح يشتغل علينا من جوا ويخلينا نرتاح. الانتقال فقط كان بخمس أيام، قدرنا نكسر هاي الحواجز، والحدا اللي أبداً ما بده يحكي طلع وحكى وعبر عن قصته. مشانا خطوة خطوة حررنا، حرر صوتنا، حرر قصصنا.